بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض النهاردة الفصل الرابع من مادة التربية الوطنية اللي هو بعنوان شخصيات مصرية رائدة وإنجازات عالمية. ده الجزء الثاني، والجزء الثاني هنكمل فيه إسهامات الدكتور مصطفى مشرفة الأدبية وباقي إسهاماته. هنبدأ أولا بإسهاماته الأدبية. تعالوا كده هنشوف مع بعض إسهامات دكتور مشرفة الأدبية. أولا بيقول لي إن دكتور مصطفى مشرفة كان حافظا للشعر ملما بقواعد اللغة العربية، كمان ترجم العديد من الكتب للغة العربية، نشر ما يقرب من 30 مقالة منها العلم والصوفية واللغة العربية كأداة علمية واصطدام حضارتين. معنى كده إن دكتور مصطفى مشرفة كان حافظ للشعر وكان ملم بقواعد اللغة العربية، وكمان هو كان عضو بالمجمع المصري للثقافة العلمية باللغة العربية وترجم مباحث كتير إلى اللغة العربية، كمان كان بيحرص على حضور المناقشات والمؤتمرات، وله مناظرة شهيرة مع دكتور طه حسين حول أيهما أنفع للمجتمع، الآداب أم العلوم. دكتور مصطفى مشرفة زي ما قلنا نشر ما يقرب من 30 مقالة منها العلم والصوفية واللغة العربية كأداة علمية واصطدام حضارتين ومقام الإنسان في الكون. ده كان أهم إسهامات دكتور مصطفى مشرفة الأدبية. بعد كده عاوزين نشوف دور دكتور مصطفى مشرفة في تطوير كلية العلوم. دكتور مصطفى مشرفة رأى أن خيرا للكلية أن تخرج عالما واحدا كاملا من أن تخرج كثيرين أنصاف علماء، عشان كده كان يؤمن دكتور مشرفة وكان كفاحه المتواصل من أجل خلق روح علمية خيرة. تمتعت كلية العلوم في عصره بشهرة عالمية واسعة، علشان لأن هو عناية تامة بالبحث العلمي ووفر كل الفرص المتاحة للباحثين الشباب لإتمام بحوثهم، كمان وصل به الاهتمام إلى مراسلة أعضاء البعثات الخارجية، طبعا سمح لأول مرة بدخول الطلبة العرب الكلية. كمان كان يرى أن القيود القومية والفواصل الجنسية ما هي إلا حبال الشيطان يبص بها العداوة والبغضاء بين القلوب المتألفة. معنى كده ان ما فيش مشكلة ان في طلبة عرب يدخلوا كلية العلوم، ولان ما فيش طبعا فوارق بين الجنس او اللون او حاجة زي كده، علشان كده هو كان مصمم على ان كلية العلوم تتطور وتبقى في عهده زي ما شهدت فعلا افضل في افضل حال. كمان انشأ قسم اللغة الانجليزية والترجمة في الكلية، وحول الدراسة في الرياضة البحتة باللغة العربية، وصنف قاموس لمفردات الكلمات العلمية من الإنجليزية إلى العربية. طبعا المؤرخين الأولاد بيقولوا عن الدكتور مشرفة أنه أرسى قواعد جامعية راقية حافظ فيها على استقلالها، وأعطى للدرس حصانته وألغى الاستثناءات بكل صورها، وكان بيقول أن مبدأ تكافؤ الفرص هو المقياس الدقيق الذي يرتضيه ضميري. يبقى دكتور مصطفى مشرفة رأى أنه خيرا للكلية أن تخرج عالما واحدا من أن أو أن تخرج عالما واحدا من أن تخرج كثيرين أنصاف علماء. وتمتعت كلية العلوم في عصره بشهرة عالمية واسعة، وفر كل الفرص المتاحة للباحثين الشباب لإتمام بحوثهم، سمح بدخول الطلبة العرب الكلية حيث كان يرى أن الفواصل الجنسية والقومية من حبال الشيطان. أنشأ قسم اللغة الإنجليزية والترجمة بالكلية، حول الدراسة في الرياضيات البحتة إلى اللغة العربية. يقول المؤرخون عنه أنه أرسى قواعد جامعية راقية أكد أن مبدأ تكافؤ أو أكد على مبدأ تكافؤ الفرص. طيب ايه هي اسهاماته في احياء التراث؟ اسهامات دكتور مصطفى مشرفة في احياء التراث بيقول ان ثقافتنا هي الثقافة الاصلية التي لابد ان نقف عندها طويلا، وبيشوف ان لا يزدهر حاضر امة تهمل دراسة ماضيها، لازم حاضر الامة يزدهر اذا لم تهمل دراسة ماضيها. كمان بيقول لابد من الوقوف عند نوابغ الاسلام والعرب ونكون أدرى الناس بها، طبعا النوابغ في العصور المختلفة لازم نقف عندهم ونهتم بيهم وندرس ثقافتهم كمان، أو ندرس مؤلفاتهم وندرس أفكارهم. ساهم في إحياء الكتب القديمة وإظهارها للقارئ العربي زي كتاب الخوارزمي في الجبر والفارابي في الطب والحسن بن هيثم في الرياضيات.
علشان كده دكتور مصطفى مشرفه يرى أن ثقافتنا العربية هي الثقافة الأصلية التي لابد أن نهتم بها طويلا، ويرى أنه لا يزدهر حاضر أمة لا تهتم بدراسة ماضيها، فلابد من الوقوف عند نوابغ الإسلام والعرب السابقين. كمان كان له إسهامات في الحياة السياسية زي إيه؟ دكتور مصطفى مشرفة يرى أو ينظر إلى الأستاذية على أنها لا تقتصر على العلم فقط، وإنما توجب الاتصال بالحياة. الأستاذ يجب أن يكون فعال في توجيه الرأي العام في الأحداث الكبرى التي تمر بها البلاد. كمان أصر على الحفاظ على حرية الرأي عند المواطنين، وآمن بأن العلم في خدمة الإنسان دائما، وأن خير وسيلة لإتقان أو لإتقاء العدو أن تكون قادرا على رده بمثله. يبقى نتقي عدونا بالقدرة على الرد بمثله. المقدرة العلمية والفنية شيء واحد. علشان كده لو أن الألمان توصلوا لصنع القنبلة الذرية قبل الحلفاء لتغيرت نتيجة الحرب، وده طبعا تنوير علمي للأمة يعتمد على المواطن المدني والحربي معا. يبقى معنى كده أن دكتور مصطفى مشرفة يرى أن أستاذ الجامعة لا يقتصر دوره على العلم فقط، بل يجب أن يساهم في توجيه الرأي العام في الأحداث الكبرى التي تمر بها البلاد، لأن العلم دوره خدمة المجتمع، وده كان من إسهاماته السياسية. بعد كده كان له إسهامات في الحياة الاجتماعية. أهم إسهاماته في الحياة الاجتماعية إن شارك في مشاريع مصرية عديدة تشجيع الصناعة الوطنية، وشارك في إنشاء جماعة الطفولة المشردة، وكان أول من لقن من حوله دروسا في أداب الحديث وإدارة الجلسات. تخيلوا كان يقيم يلقن من حوله أداب الحديث وإدارة الجلسات. دي كانت إسهاماته الاجتماعية، أنه شارك في العديد من المشاريع المصرية تشجيعا للصناعات الوطنية، أول من لقب من حوله دروسا في أداب الحديث وإدارة الجلسات، شارك في إنشاء جماعة الطفولة المشردة. معنى كده أنه هو كان عالم في كل المجالات وليس في مجاله فقط. عندنا حاجة بسيطة بس، هو دكتور مصطفى مشرف يا أولاد توفي في عام 1950، وطبعا ألبرت أينشتاين نعاه عند موته قائلا: لا أصدق أن مشرف قد مات، إنه ما زال حيا بيننا من خلال أبحاثه. يعني ده كان نوع من أنواع التقدير ونوع من أنواع إظهار مدى تأثير دكتور مصطفى مشرفة في المجال العلمي وفي كل المجالات طبعا اللي هو شارك فيها. بعد كده عندنا نموذج، تعالوا بقى نشوف نموذج نسائي. هنشوف الدكتورة سميرة موسى. الدكتورة سميرة موسى هي سيدة مصرية، طبعا ولدت في قرية سمبو الكبرى مركز زفتة محافظة الغربية بمصر. والدها طبعا كان له مكانة اجتماعية مرموقة بين أبناء قريته، وكان منزله بمثابة مجلس يلتقي أهل القرية ليتناقشوا في كافة الأمور السياسية والاجتماعية. طبعا دكتورة سميرة موسى تعلمت القراءة من الصغر، وتمت حفظ القرآن الكريم، واهتمت بقراءة الصحف، وكانت بتتمتع بذاكرة فوتوغرافية تؤهلها لحفظ الشيء بمجرد قراءته. كانت مجرد ما تقرأ شيء تحفظه في الذاكرة بتاعتها كأنها صورته. هي أول عالمة ذرة مصرية طبعا، ولقبت باسم مس كوري الشرق. يعني دكتورة سميرة موسى لقبت باسم مس كوري الشرق، كانت أول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة. تعالوا كده نشوف حياتها الجامعية. طبعا دكتورة سميرة موسى اختارت كلية العلوم بجامعة القاهرة، رغم ان مجموعها ما كانش يأهلها لدخول كلية الهندسة، ان مجموعها كان بيأهلها لدخول كلية الهندسة، لكنها اختارت كلية العلوم. ولفتت نظر أستاذها الدكتور مصطفى مشرفة، وتأثرت طبعا بيه تأثير مباشر، مش من الناحية العلمية بس، ولكن الجوانب الاجتماعية اللي في شخصيته. حصلت على بكالوريوس العلوم، كانت الأولى على دفعتها، عينت معيدة بالكلية أو بكلية العلوم، والذهب كان بمساعدة جهود الدكتور مصطفى مشرفة اللي دافع عن تعيينها بشدة وتجاهل احتجاجات الأساتذة الأجانب، وقدم استقالته دفاعا عن حقها إلى أن استجابت الجامعة وتم تعيينها بالفعل. يبقى معنى كده أن دكتورة سميرة موسى حصلت على درجة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات والأشعة النووية، حصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، توصلت لمعادلة تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس وصنعة القنبلة الذرية في مواد في متناول الجميع أو من مواد في متناول الجميع. تخيلوا توصلت لمعادلة تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس وصناعة القنبلة الذرية بس من مواد في متناول الجميع.
كمان قامت بتأسيس هيئة الطاقة الذرية بعد 3 أشهر من إعلان دولة إسرائيل عام 1948، يعني هي أسست هيئة الطاقة الذرية بعد إعلان دولة إسرائيل عام 48 بعدها ب3 شهور. كمان دكتور سميرة موسى لها إسهامات في مجال الطب، مش بس في مجال العلم أو في مجال التعليم، لكنها لها إسهامات في مجال الطب. كانت بتتمنى دكتورة سميرة موسى أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الإسبرين. كانت عضو في كثير من اللجان العلمية المتخصصة، على رأسها لجنة الطاقة الذرية والوقاية من القنبلة الذرية التي شكلتها وزارة الصحة المصرية. يبقى إسهاماتها الطبية، كانت تتمنى أن يكون علاج السرطان في العالم أو تتمنى أن ينتشر علاج السرطان في العالم، فكانت تقول أتمنى أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الإسبرين. دي طبعا كانت أمنيتها لعلاج مرضى السرطان اللي هي شخصيا عانت منه أو أحد أقاربها عانت منه. بعد كده إسهاماتها السياسية، دكتورة سميرة موسى كانت بتأمل أن يكون لمصر والوطن العربي مكان وسط هذا التقدم العلمي الكبير، وطبعا كانت تؤمن بأن زيادة ملكية السلاح النووي يسهم في تحقيق السلام، لأن أي دولة تتبنى فكرة السلام لابد أن تتحدث من موقف قوة. علشان كده عاصرت ويلات الحرب وتجارب القنبلة الذرية التي دكت هيروشيما وناجازاكي في عام 1945، ولفت انتباهها جدا يا ولاد الاهتمام المبكر من إسرائيل بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وسعيها للانفراد بالتسلح النووي في المنطقة. يبقى إسهامات دكتورة سميرة موسى السياسية كانت تأمل أن يكون لمصر والوطن العربي مكانة في التقدم العلمي الكبير، كانت تؤمن بأن زيادة ملكية السلاح النووي يسهم في تحقيق السلاح، لأن أي دولة تتبنى فكرة السلام لابد أن تتحدث من موقف القوة. لفت انتباهها اهتمام إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وسعيها للانفراد بالتسلح النووي في المنطقة. إسهاماتها الاجتماعية والإنسانية، طبعا شاركت في جميع الأنشطة الحيوية اللي كانت، حيث كانت طالبة بكليات العلوم انضمت إلى مجموعة لثورة الطلاب احتجاجا على تصريحات اللورد البريطاني سامويل، وشاركت في مشروع القرش لإقامة مصنع محلي للطرابيش. كمان هي شاركت في جمعية الطلبة للثقافة العامة واللي هدفت إلى محو الأمية في الريف المصري. شاركت في جماعة النهضة الاجتماعية اللي كانت تهدف لتجميع التبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة، وانضمت إلى جماعة إنقاذ الطفولة المشردة وإنقاذ الأسر الفقيرة. بعد كده وفاة دكتورة سميرة موسى. دكتورة سميرة موسى توفيت، استجابت دكتورة سميرة موسى إلى دعوة للسفر إلى أمريكا في عام 1952. طبعا أتيحت لها فرصة إجراء بحوث في معامل جامعة سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية، وتلقت عروض لكي تبقى في أمريكا لكنها رفضت. وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة زيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا في 15 أغسطس. وفي طريق كاليفورنيا الوال المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في واد عميق، وقفز سائق السيارة زميلها الهندي في الجامعة الذي يقوم بالتحضير للدكتوراه والذي اختفى إلى الأبد. معنى كده أن كانت وفاة دكتورة سميرة موسى في حادث وكان في كاليفورنيا. دي كانت دكتورة سميرة موسى، وده كان درسنا النهاردة. كده أنهينا المنهج. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.